السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي النهاردة في فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله للبشرة، توحيد لون البشرة، ازالة التجاعيد، كمان بيخلي البشرة نقية وصافية جدا جدا باذن الله. الوصفة دي سهلة قوي قوي، هنعملها دلوقتي مع بعض. ولو انت اول مرة تدخلي قناتي متنسيش تشتركي معايا وتضغطي على زر الاشتراك او سبسكرايب عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة ان شاء الله. واذا عجبك الفيديو متنسيش تحط لايك وشير لكل صحابك عشان يستفادوا بالفيديو بتاعنا باذن الله. النهارده وصفه سهله زي ما انتم شايفين كده، مكونات بسيطه قوي قوي موجوده عندنا كلنا في البيت، بس اهم حاجه لازم نعرف ازاي هنعمل الوصفه بتاعتنا دي، لان استخدامك للوصفه وان انت تعمليها صح هو ده اللي بيجيب نتيجه معاكي. كل اللي انا هحتاجه معايا النهارده ان شاء الله في الوصفه بتاعتي هو صوبع من الموز. انا بس جايبه صوبعين لان انا ايه، انا هاخد بس القشر هشوفكم هوريكم انا هعمل ايه دلوقتي. بصوا انا ايه، او ممكن اعملها بصوبع واحد لان ايه الموز كبير اصلا. انا هقشر بس الموزة كده اهو، وهبدأ احك القشر ده كده من جوه. بصوا اللي بيطلع من القشر ده انا محتاجاه، ده محتاجاه جدا كمان، يعني ده مفيد جدا جدا للبشرة. هضيفه هنا في الطبق ده اهو، هبدأ برضو احكك كده، هاخد اللي بيطلع جوه ده تمام، هاخد التاني برضو بالشكل ده. انت تاخدي اللي بعد ما تقشري الموزه تاخدي اللي ايه اللي من جوه ده ماشي. انا هحتاج معايا برضو في الوصفه ديت، بصوا انا هعملها بصبعين لان انا هستخدم الوصفه دي، انا هستخدمها وصفه جميله قوي اهو. هاخد برضو القشر ده تاني، الموز طبعا هناكله مش هنرميه اهو، هناكل الموز انما القشر بقى ايه بالشكل ده. هياخد الايه اللي موجود جوه القشر ده كله تمام كده. انا اخدت اللي في القشر كله، وهاخد بقى معايا هنا نص موزه بس، يعني مش هاخد موزه كامله. انا ما جبتش السكينه بقى، هقطع بالمعلقه مش مشكله، كده كده انا هفرمها يعني تمام. بقى انا كده اخدت اللي هو جوه القشر اهو حكيته، واخدت معايا نص صبع موز اهو كده. الموز اللي انت قشرتيه بقى هتاكليه، ما ترموهوش طبعا تمام. ومعايا هنا بقى زي ما انتم شايفين دي بيضه، هاخد برضو البيضة دي هحطها على المكونات بتاعتي دي كلها. استخدم المفرش، شايفين كده بالشكل ده. خدت انا بيضة، انا كده ضفت بقى الموز نص صبع موز بس، والقشر اللي انا حكيته اهو زي ما انتم شايفين، والبيضة تمام. معايا هنا برضو زيت حلو قوي، زيت لبان الذكر، من الزيوت الحلوة جدا جدا دي ذلك التجاعيد وكمان التفتيح. انا هضيف معلقه واحده من زيت لبان الذكر اهي على الوصفه بتاعتنا. طيب كل ده بقى انا هطحنه ازاي؟ عايزاه بقى يكون معايا كريم. معايا هنا بقى الكبه بتاعتي او الخلاط اهو، حتى اضيف المكونات دي كلها في الكبه بالشكل ده طبعا عشان ايه اطحنها. تابعين اخر فيديو عشان تعرفي طريقة استخدامها، هي اللي مهمة جدا جدا. ناس بتاخد الوصفة وما بتعرفش طريقة الاستخدام وترجع تقول الوصفة ما جابتش نتيجة معايا اهو كده. وهبدأ بقى اضربها في الكبة واخلطها كويس جدا بحيث انها تديني قوام يكون كريمي اهو. بعد ما طحنتها زي ما انتم شايفين اهي، هبدأ بقى اجيب الطبق بتاعي وهضيف الخلطه بتاعتي دي فيها كده بالشكل ده اهو. هنستخدمها بقى ازاي؟ اول حاجه قبل ما استخدم الوصفه دي، انا عايزاكي تعملي تقشير، والتقشير ده هيكون بالسكر الناعم، بلاش السكر الخشن لان السكر الخشن بيجرح البشره وما ينفعش نعمله غير هي يا دوبك مره واحده بس في الاسبوع. لكن التقشير اللي انا هعمله معاكم بالسكر الناعم ده ممكن تعمليه مرتين في الاسبوع. طب هعمله ازاي؟
انتوا طبعا القشر بعد ما حكيناه بالشكل ده هبدأ اخد منه مكعبات كده اهو كده بالشكل ده اهو كده، وانا طبعا باخدها مكعبات عشان تعرفي تمسكيها. وهنبدأ نعمل ايه معايا هنا كده القطعة دي كده مثلا دي كده معايا، وهبدأ اخد بقى شوية من السكر كده عليها وحل بقى عند البشرة وابدأ ادعك كده اهو وابدأ ادلك كده واعمل تقشير بقى. انا اللي هعمل تقشير كده بالسكر، طبعا احنا بنعمل التقشير بالسكر عادي زي ما عرفنا بنحط عليه زيت الزيتون او ماء الورد، لا احنا المرة دي بقى هنعمله بقشر الموز اهو. تبدأي تعملي تقشير كده بالشكل ده. طبعا انا مقشرة بقى ايه، انا مقشرة 70 موز زي ما انتم شايفين كده. ممكن بقى دي كده اسيبها واخد غيرها وابدأ اعمل تاني بالشكل ده كده اهو. حط شوية سكر وزي ما قلتلك خليه بالسكر الناعم عشان ما تجرحيش البشرة، وتبدأي برضو تدعكي كده في البشرة اهو كده. احنا بنعمل تقشير للبشرة تمام. تعملي فرق كده بس لمدة 5 دقايق على بشرتك، وهتسيبيه برضو على البشرة لمدة 10 دقايق بعد كده. دي اول مرحلة اللي هي مرحلة التقشير، ودي مهمة جدا جدا هنعملها مرتين اتنين بس. بعد كده بقى هنستخدم الوصفة بتاعتنا. هنستخدمها ازاي؟ يلا بينا نشوف. متنسوش حبايبي لايك للفيديو وشير لاصحابكم عشان يستفادوا بالوصفات بتاعتنا ان شاء الله. بعد ما عملنا التقشير بقى على البشرة هبدأ بقى ايه استخدم الوصفة بتاعت اللي احنا عملناها ديت. واستخدمنا الوصفة ديت يعني يفضل ان انت تستخدميها باي فرشة ميك اب انت مش بتستعمليها عشان تعرفي تفرديها كويس، لانها مش يعني قوامها مش كريمي قوي اهي زي ما انتم شايفين. فيفضل ان احنا نستخدمها بالايه بفرشة ميك اب. هستخدمها ازاي؟ طبعا هاخد كده بفرشة الميك اب اللي انا طبعا نغسلها كويس قوي من الميك اب، يعني فرشه تكوني انت بتستخدميها وسايباها للوصفات. وهاجي بقى عند البشره وابدا ادهن كده اهو، وهاخد تاني وادهن. وبرده يفضل ان احنا ندهن بيها العنق، يعني ما تدهنيش بشرتك بس، ادهني العنق برده عشان تعملي توحيد للبشره وتعملي توحيد للعنق لو فيها اي تجاعيد، برده جميله جدا جدا. خلي بالكم ما فيهاش ريحة زفارة خالص خالص عشان ما تقلقيش خالص من ريحة زفارة البيض، مش ما فيهاش ريحة خالص، لان الموز اللي احنا ضفناه والبن الدكر مش مخلي اي ريحة وحشة فيه. طبعا هنمسح بيها كده بقى البشرة كلها، وهنسيبها برده على البشرة من ربع ساعة لتلت ساعة بالشكل ده كده اهو. الوصفه دي بقى فايدتها انها بتزيل التجاعيد، كمان بتديكي تفتيح حلو قوي، بتخلي بشرتك دايما صافيه. احنا عارفين ان السيدات بعد سن ال40 بقى بتبدا التجاعيد تبان بقى على البشره، وتبدا تبان على منطقه العين وحوالين الفم. فالوصفه دي ان شاء الله هتغنيكي عن اي تجاعيد وبتحافظي على بشرتك. انت حتى لو انت حتى ما عندكيش سن ال40 برضه حاولي تعملي اي وصفه للتجاعيد كل اسبوع مره واحده او مرتين، هتحافظي على بشرتك وتخلي بشرتك دايما صافيه وجميله ان شاء الله. انا طبعا هسيبها على ايديا تقريبا 20 دقيقه او تلت ساعه، وبعد كده هشطفها وارجع لكم تاني. بعد ما غسلت ايديا اهو زي ما انتم شايفين ملمسها كمان بيبقى ناعم قوي اهي، وبتزيل اي تجاعيد موجوده في البشره ان شاء الله. الوصفه ديت لو انت تجاعيد عندك كتير استعمليها كل يوم، يعني لو انت في تجاعيد ياما قوي في بشرتك ممكن تستعمليها كل يوم مرة واحدة بس قبل ما تنامي. سيبيها على بشرتك لمدة 30 دقيقة او ربع ساعة، وبعد كده هتغسلي بشرتك عادي جدا. هنلطف البشرة بايه بقى؟ بزيت جونسون بيبي طبعا تحفة جدا جدا، جميل جدا، بيطري وبينعم الجلد. ولو انت تجاعيد عندك مش كتير ممكن تستعمليها مرة واحدة بس في الاسبوع، يعني ما تستعمليهاش كل يوم. دي كانت الوصفة بتاعتنا، وصفة سهلة وبسيطة قوي، اتمنى ان شاء الله ان انتوا تعملوها وتجربوها. وصفة غير مكلفة، ويا رب تكون في متناول الجميع وتجيب نتيجة كويسة معاكم باذن الله. اما بالنسبة للمقشر اعمليه برضو مرتين بس كفاية، ما تزوديش عن مرتين، واعمليه بالسكر الناعم بلاش السكر الخشن، مش الناعم اللي هو المطحون، لا اللي هو زي ما انا وريتهولكوا كده اهو، وريتهولكوا تاني اهو بالسكر ده.
يعني مش عايزاه يكون خشن قوي عشان ما تجرحيش البشره، ويفضل ان هو يكون مش خشن قوي. يعني حبيب قلبي يا رب الوصفه تكون النهارده في متناول الجميع وتكون سهله بالنسبه لكم. الوصفه دي نتيجتها حلوه جدا جدا، بتوحد لون البشره وكمان بتعمل تفتيح جميل قوي قوي للبشره، بيزيل التجاعيد باذن الله. باذن الله هتعجبكم، اعملوها وان شاء الله تستفادوا بيها، شيروها لاصحابكم برده عشان يستفادوا معانا، وما تنسوش تحطوا لايكات كتير قوي للفيديو عشان يوصل لكل البنات تشوفه ان شاء الله. واستنوني في فيديو جديد ووصفات جديده مع فكره جديده. باي باي.